تقول في رسالتها: ما حكم قص شعر رأس المرأة؟ هل يباح قص شيء منه؟ وما هو القدر المباح قصه من هذا الشعر؟ وإذا كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم ذكر الدليل لنتمسك به. هذا السؤال سبقت الإجابة على مثله في حلقة ماضية، ولا مانع من إعادة القول فيه. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قص المرأة شعر رأسها، هل هو جائز أو مكروه أو محرم، على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه مباح، وقال إن ذلك هو الأصل إلا بدليل يدل على المنع، ما لم يكن قصه على وجه يصل به إلى مشابهة في رأس الرجل، فإنه في هذه الحال لا شك في تحريمه، بل إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ومنهم من قال إنه مكروه، لأن المرأة جمالها في رأسها، ولهذا لم تؤمر بحلقه في حج ولا عمرة، وإنما المشروع في حقها أن تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فقط. ومنهم من قال إنه محرم، وعلل ذلك بأنه مثلة، والمرأة جمالها في رأسها، فإذا قصت صار ذلك مثلة في حقها، والتحريم يحتاج إلى دليل، بل والكراهة تحتاج إلى دليل أيضا. وإلا فالأصل في غير العبادات الحل، كما قال بعضهم: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. لكني أكره للمرأة أن تقص شعر رأسها، لأنني لا أحب من نسائنا أن يتلقفن كل ما يرد علينا من العادات التي ليست فيها مصلحة ظاهرة تسوغ لنا مخالفة عاداتنا، ويبقى الإنسان على شخصيته وعاداته التي لا تخالف الشرع ولا تفوت مصلحة، أولى من كونه تبعا لغيره، إما يقول ما يقول الناس ويفعل ما يفعل الناس من غير روية. فالذي أراه من نسائنا أن يلتزمن بالعادات التي كنا عليها ما لم تكن مخالفة للشرع، أو يحدث عادات فيها مصلحة والتزامها لا يخل بالمروءة ولا بالدين، فلا حرج من اتباعها حينئذ، لأني لا أحارب كل جديد، ولكن الجديد الذي لا مصلحة فيه والذي يقتضي أن تخرج النساء عن عاداتهم بدون موجب لا أحب أن أتبعه. نعم.